بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الموضوع بقى التالت، عشان احنا دايما بنحب البيكيو يبقى الايه المواضيع كلها مرتبطه ببعضها. يعني ايه رايح حضرتك في الصوره دي؟ ما الملحوظ على الصوره؟ الشباب الصاعد، ايه اللي ملاحظه؟ قولي يا ايمان. واحد قصير واحد طويل، حلو قوي. بس لا، ان كلهم لابسين لبس مقاس البدله، بس كلهم مصرين ان هم يلبسوا نفس المقاس. ودي النقطة الجديدة اللي في الميديسن، يعني النقطة في الميديسن احنا بنسميها ايه؟ تيلورد ميديسن. ايه؟ نعم باشا. سر شويبس يا باشا. سر شويبس. فاحنا عايزين نقول لايه؟ للشباب. الشباب احنا في حاجة اسمها تيلورد ميديسن. يعني ايه تيلورد ميديسن؟ يعني مفيش حاجة موحدة خلاص اول سايز هيلبسها كل الناس. ما حدش يقول لي اصل العيان ده خد 2 جرام بر كيلو يبقى كل عينيه 2 جرام بر كيلو. لازم كل عيان نشوف ظروفه ايه، محتاج ايه، هنعمل له ايه، وبعدين نبدا ننفذ. طبعا الصوره دي صوره شهيره جدا، الناس اللي كانت بتذاكروا فيسيولوجي من جايتون مشهوره جدا. هو عايز يقول ايه الخلاصه في هذه الصوره كلها؟ ان انا الاميون سيستم بتاعي معقد جدا، والاميون سيستم بتاعي الشرط فيه انه لما يطلع حاجة تموت مين؟ الفورين، وتسيب لي مين؟ السيلف. لكن لو قرر او لو حصل مشكلة وقرر انه يطلع حاجات تموت السيلف، يبقى في الحالة دي بقى في عندي ليست طويلة جدا 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 من الديزيزز لازم اتدخل فيها. اتدخل فيها لان المشكلة اللي عندي بتبقى في السيتوكاينز. هو الليزر فين يا شباب؟ زرار الليزر اني واحد؟ مفيش فيه ليزر؟ اوكي واتفر. في ديفايس تاني؟ طب هات هنا البولتر، مش مشكلة، نمسك البولتر. زي ما انتوا حضرتك شايفين كده، احنا ايه؟ لو جينا بصينا هنا كده هنلاقي المشكلة كده. انا عندي بقى عندي حاجة بتطلع انتي بودي بلازما سيلز، وعندي بقى اتنين حلوين كده الماكروفاز والدندريك سيلز دول عمالين يطلعوا لي في انترلوكنز. هم حلوين لو هم ضد مين؟ ضد الفورين، ضد اورجانيزم، ضد فيروس، ضد فورين توكسينز جالي من بره. لكن لو دول تحولوا ان هم يعملوا لي مشاكل في جسمي انا ويهاجموا السيلز بتاعتي انا، يبقى دول ايه كده الحاله دي ما تنفعش. من اشهر الحاجات اللي بيهاجمها بقى المشكله دي اللي احنا بنسميها الفاسكولوباثي، ودي بتدخل بقى ايه في برضه لسته طويله جدا، وكان سؤال جبناه في الدكتوراه قبل كده للناس اللي داخله دكتوراه، كنا جبنا لهم ايه؟ كان ايمان، وهي الوحيده اللي جاوبته ونجحت يوميها، والباقي لا يا ربي ربنا رحمهم خلاص ونجحوا الحمد لله. طيب نيجي، ايوه باشا لازم امتحانات مؤتمرات، امال يعني الناس جايين يحضروا يتعبوا كده وما يمتحنهمش. طيب ده المنظر بتاع الاي في اي جي الاربعينات. طبعا الاستاذ الدكتور حافظ بيه قال لنا اكتشفوا في الاربعينات بداوا يفصلوا من الالبومين والجلوبلين، وبعد شويه جه الاستاذ بروتون ده اهو واكتشف لنا الاكس لينكد لايبوبروتينيميا، واللي هو وبعدين قام جه هنا اكتشفنا ان 75% من العيانين الاي في اي جي بروبلم بيبقى عندهم اوتو اميون او انفلاماتوري كونديشنز. ده منظر الاي جي جي. والحقيقه هو بالرغم ان اسمه اي جي جي يعني هو انترافينس اميونوجلوبلين، هو بس هو اساسا للاميونوجلوبلين جي. ده الاساس فيه ان هو اي جي جي للاميونوجلوبلين جي، لكن هنعرف بعد شويه انا هستعمل حاجات ايه. احنا اساسا شغلته ان هو بيستعمل اميونو ميديولاتري وليس اميونو استيمولانت ولا اميونو سبورت. يعني ما يجيش واحد عنده انفكشن فانا اقول ايه هو عنده انفكشن اما نيجي نديله اي في اي جي عشان يعني ايه يكافح مع الانتي بايوتيك. لا، هو لو العيان اللي عنده انفكشن ده بقى عنده اميون بروبلم فهو ابديله ده از اميون ميديولاتور. كذا شركه بتنتج، في ناس بيحطوا الاي جي جي بس الون، في ناس حطوا شويه اي جي اي معاه، في ناس حطوا اي جي ام معاه، اختلفوا في الاوزمولاليتي وهنعرف الكلام ده من سايد افكت بعد شويه تاثير الكلام ده. القصه كلها في الاي جي هو بيشتغل ازاي؟ القصه كلها في الحته دي اللي هي احنا بنسميها انهيبيتور للماكروفاكس والدندريتك سيلز، اللي هي الابنورمال ماكروفاكس والدندريتك سيلز. نفس القصه زي ما انتم شايفين حضرتك كده، طول ما الجسم بينتج سايتوكاينز في المعقول، يعني اعتبرنا سيتوكاينز كده زي الميه. مفيش سيتوكاينز مفيش ميه، العين هيموت منين؟ من الجفاف. طيب بقى في سيتوكاينز كتير قوي هموت منين؟
من الفيضان، يعني لا الجفاف مطلوب ولا الفيضان مطلوب، مطلوب السيتوكاينز دي تطلع لي على قد اليد. دي مايلينيشن اللي بيحصل بيبقى سببها برضو السيتوكاينز. فممكن نستعمل الايه، احنا طبعا الدكتوره هبه لها يعني باع وذراع في البوست، في البوست ارست خلاص في استعمال الاريثروبويتين. فنحب نضيف بقى على الاريثروبويتين يا دكتوره هبه الايه، الاي في اي جي. طبعا الوت اوف ريسيرشز اتعملت على الاي في اي جي وكلهم نتائجهم يعني جميله جدا، وحتى النتائج اللي مش جميله بتبقى السبب فيها اللي انت بتقارن مين. انت جايب عيان انت اصلا حالته ديتيريوريتد تماما وعايز تقارنه بواحد حالته مايلد اور مودريت، فشيء طبيعي ان يبقى فيه ديفرنس في الديث ريت، او ممكن يطلع في الاحصاء بتاعك انك تقول ان ايه مفيش نان سيجنيفيكانت تشينج. لو جينا حاجه مثلا زي الكوميونتي اكوارد نيمونيا، الان بنقول ان في عندي 11% ديث لو انت اديت البروبر انتيبيوتيك، 17% ديث لو انت اديت نان بروبر انتيبيوتيك. يعني انت بتتكلم في خمس العيانين هيموتوا، لو جالك عندك 10 اطفال في 2 ماتوا عشان انت اديت انتيبيوتيك مش مظبوط، او واحد وسنه مات لو عشان لو انت اديت انتيبيوتيك مظبوط. ولقوا ان هم لو استعملوا الاي في اي جي في الحالات اللي زي دي حصل ايه ريسبونس كويس جدا للعيانين. ليه؟ لان العيانين اللي عندهم انفكشن او عندهم سيبسيز او عندهم ايمونولوجيكال ديسفانكشن بسبب السيبسيز دايما بيبقى عندهم الاي جي جي قليل، الاي جي اي قليل، الاي جي ام قليل، وفي الحاله دي بيبقى البور كنترول اوف انفكشن وفي الفيرال رياكتيفيشن عالي والاميونوباثولوجي بيبقى عالي. مجرد ان انا بحسن دول الاي سي يو دي اس تي بيقل والاباتشي سكورنج بيتحسن. نفس القصه استعملوها مع البي سيل كاونت في السيفيريتي ماركرز، ولو برضو ان العيانين كتير اللي بيموتوا بسبب اللو ليفل اوف اي جي جي. النقطه المهمه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها وهو امتى تايمينج. في مثل انجليزي كده يقولوا ايه تايمينج از ايفريثينج. طب عندنا في العربي يقول لك ايه راح يحج والناس ايه والناس راجعه. هو راح يحج يعني هو عمل نفس المناسك بس مش في وقته خلاص، او زي اللي بيصلي قضاء. احنا امتى نستعمل اي في اي جي؟ نقعد نفكر ولا الاهل عمال ما يلموا فلوس ولا نجرب حاجه تانية الاول؟ لا، as early as possible. ودي اول هوم مسج. لو انت خدت قرار انك هتستعمل اي في اي جي او انت شاكل عين ده محتاج اميونو موديوليشن، بليز ات وانس باي وسيله باي ثمن، عشان العيان هو هيستفيد جدا جدا، لان كل ما تتاخر كل ما الديث ريت ويبقى انت اللي انت عملته راح هدر. والسبب في ذلك الكيرف اللي حضرتك هتشوفوه دلوقتي ده هو. ان انا عندي في ايرلي في السيبسس اونست بيبقى فيها ايرلي ديث اللي بيبقى فيها البرو انفلاماتوري عالي قوي، وفي ليت خلاص بيبقى الانتي انفلاماتوري هو اللي عالي. طب هو الاي في اي جي بيشتغل على مين اكتر؟ بيشتغل على البرو انفلاماتوري خلاص، بيعمل باثوجين كليرانس، بيقلل التوكسين سكافنجرز الميدياتورز دايركت انتي انفلاماتوري للايه للبرو انفلاماتوري. فعشان كده العيان اللي انت بتديله ايرلي في الفيرست 24 48 اورز العيان ده بيستفيد جدا 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 ونتائجه ممتازه جدا جدا خلاص. كل ما انت تتاخر في الديسيشن بتاعك كل ما تبقى انت عارف ان العيان بتاعك هتدي اه صحيح بس مش ده الريسبونس اللي انت هتفقد جزء كبير جدا من الريسبونس. نفس الحكايه برضو الوت اوف بيبرز اتكلمنا، دكتور عبد الرحمن بيقول لي قدامك 5 دقايق بس تتكلم فيهم. لا ما لسه 3 دقايق يا باشا خلاص. طيب يبقى احنا عندنا الانفلاماتوري هو عباره عن ايه؟ انا عندي مشكله في ديسريجوليتد انفلاميشن خلاص. انا عايز اعمل ايه؟ عايز الديسريجوليتد انفلاميشن ده احسنه. احسنه بمين؟ ان انا ما اوصلش ابدا بالسيتوكاينز للامبليتيود ده. دايما عارفين الناس اللي يقول لك انا بشتغل في عنايه مركزه ومش بلبس ماسك، او بلبس ماسك في العنايه المركزه بس طول الوقت بتعرض لفيرال انفكشن بس ما بعياش اصل انا مناعتي قويه. لا انت مش مناعتك قويه، انت الفيرال لود اللي انت بتعرض له قليل. لكن لو انت قررت انك انت تقعد فتره اطول او تحتك بعيانين اكتر والفيرال لود زادت، عشان كده الناس اللي عندهم في العياده بتاعتهم زحمه قوي تمام مثلا بيكشف فوق ال 100 عيان في اليوم، ده ايه نقدر نعتبره ان هو عنده فيرال لود ايه عالي. طبعا بيحسن لي مين؟ الاكيوت لانج انجري اللي ار دي اس، الديث، كل الحاجات الديزيزز اللي هي بسبب الديسيريجليتد انفلاميشن كلها بتتحسن مع استعمال الاي في اي جي. طيب هل في الكوفيد ممكن نستعمله؟ اه والله ممكن نستعمله. واحنا طبعا احنا اتكلمنا برضو اول امبارح
على القصه دي. والصبح برضو الاستاذ الدكتور طارق جاب سيرتها ان احنا اي في اي جي بنستعمله في حالات الكوفيد بس زي ما اتفقنا. انا عايز استعمله امتى؟ ايرلي ولا ليت؟ ايرلي وبهاي دوز. يبقى الكلمه الثانيه اللي هنقولها اللي انا محتاج ان انا استعمل بهاي دوز. ونبقى فاهمين ان الاكشوال رول اوف اي في اي جي از نوت تو بوست ذا اميون سيستم. ده مش بدل الانتي بايوتيك، ده مش عيان عنده انفكشن فانت قلقان منه، تمام؟ ده عيان عنده اميون الديسريجوليتد اميونيتي فانت بتعمل له اميون موديوليشن. نعم هيجي بيه حالا اهو. اوكي طيب، تاني حاجه في الكوفيد برضو، المشكله الرئيسيه برضو في الكوفيد انه بيعمل لي ثرومباي، وبرضو لقوا ان الاي في اي جي بيحسن في يعني بيقلل الثرومباس فورميشن للحالات دي، لان هي طبعا احد الاسباب الرئيسيه للديث في الكوفيد، واحد الاسباب الرئيسيه في المشاكل اللي بتحصل الكوفيد بسبب الديستال انترافاسكولار كلوتنج. نرجع للصوره تاني اللي احنا قلناها في الاول، ان انا عندي دواء واحد بدوز واحده تقريبا نيرلي، بس انا اللي بعمل له تيلورد على العيان بتاعي. طيب نيجي للسايد افكت بقى عشان دي عندي اهم حاجه. سايد افكت طبعا هنلاقي حاجات كتير قوي، باديه من هيديك، فاتيج، فلاشنج، فلو لايك سيمتوم. نيجي بقى للعيان ده، لو انت عندك فاسيليتي وعندك فلوس وعندك معمل شاطر ان قبل ما تدي الاي في اي جي تشوف الاي جي اي ليفل يستحسن، لان العيانين اللي عنده سيفير ديفيشنسي الاي جي اي ليفل لا هيخش معاك في رياكشن تمام. تمام طيب دي اول حاجه. تاني حاجه ان الاسيبتيك مينينجايتس انكريز ثرومبوزيس ريسك، الاكيوت رينال فيلير، الهيموليسيس، تمام، كل دول سببهم حاجه واحده فقط، ان العيان ده هايبوفوليميك. واحنا قلنا قبل كده برضو في محاضرات سابقه مع حضراتكم قلنا ايه، عيان عشان اديله فازو اكتيف دراجز لازم العيان يبقى ايه قبل ما اعمل اسعه احسن، ما ينفعش العيان يبقى ديهايدريتد، لازم العيان يبقى هايدريتد. في الاستاذ الدكتور عادل عشان انا ادي انسولين لازم اعمل ايه؟ اصلح الديهايدريشن. يبقى احنا كده قلنا حاجتين، التالت حاجه الاي في اي جي، ما فيش عيان ياخد اي في اي جي وهو ديهايدريتد، صلح اعمل له هايدريشن الاول وبعدين ايه؟ اتكلم. اوكي يبقى لازم اول حاجه هنا هايدريت ويل، هايدريت ويل. طبعا المونيتورنج طبعا ده مش عندنا عندهم طبعا عشان هم اللي عندهم الشباب يعني ممكن ياخد كونتراسيبتيف بيلز، ما ينفعش لبنت بتاخد ايه كونتراسيبتيف بيلز. احنا عارفين طبعا عشان انا افويد اول ذيس، طبعا العين بتاعها هايدريتد اهو، ما ينفعش اللي احنا بنسميه الرابيد انفيوجن. والرابيد انفيوجن دي هنيجي سيرتها دلوقتي اهي لما نيجي نتكلم على الدوز. الدوز بتاعتي 2 جرام بر كيلو، كنا احنا بنعمل ايه؟ بندي على 400 في اليوم لمده 5 ايام، نجمعهم على بعض يطلعوا ايه؟ دي بيسموها ايه؟ الهزيمه بالنقط. بس انت ما تضمنش عدوك انما تديله لوكاميه بالراحه والثانيه بالراحه ان الخمسه هتوقعه. لكن لو انت حضرتك جمعت ال 2 جرام مره واحده وقمت مديهم له كده، في مثل كده شعبي يقول لك ايه؟ خبطه واحده بالمرزبه ولا 100 بالشاكوش، بس عشان ما ننساش. فاحنا عايزين ايه؟ عايزين واحده مرزبه لابسه اكتاف. المرزبه بتاعتنا مين؟ اللي هي 2 جرام بر كيلو. طيب مشكلتها ايه ال 2 جرام بر كيلو؟ انا بدي دوز عاليه قوي معاه التركيز بتاع البلد هيبقى عالي قوي، يبقى انا محتاج اعمل عيان ايه؟ الاول مونيتورنج للبلد كونسنتريشن بتاعه. دي اول حاجه. تاني حاجة ان في الفيرست 1 hour لازم ادي فيري سلو، فيري سلو. الناس اللي ركبوا رولر كوستر يفتكروا كده ان اول ما بيطلع بيطلع ازاي؟ سنة 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 بالراحة بالراحة لحد ما طلع كده للدور ال20 وقوم ايه؟ رميك من فوق الدور ال20 كده. الناس اللي ركبوا اللي هو القطار الافعواني، تمام؟ نعم ايه؟ ما عندكوش فين يا موجود يا باشا؟ الرولر كوستر موجود. فاحنا الاول هدي في اول ساعه فيري فيري سلو عشان الرياكشن، لو انا اقدر اعمل الاي جي اي يبقى كده ممتاز قوي، لو انا اعرف اشوف الكونسنتريشن بتاع البلد يبقى ممتاز قوي. بعد الساعه الاولانيه انا هدي بقى اجمع ال2 جرام على بقيه ال22 ساعه او بقيه ال23 ساعه. طيب هو انا اقدر اعلق حقنه الاي في اي جي في الهواء كده لمده 22 ساعه؟ لا هتبوظ. هي الماكسيمم بتاعها قد ايه؟ 6 ساعات. فانت حضرتك لما تطلعها تعبي كمية الدوز اللي تكفي 6 ساعات،
والباقي في التلاجة، لأن على الروم تمبريتشر بعد 6 اورز هو بيبقى ديزنتجريتد. تمام؟ الناس اللي بتدي تاخد بالها من النقطة دي. يعني هما بيعملوا حاجة تانية. أي باشا؟ هما بيدوا الجرعة كلها في 6 ساعات. لا فيري دينجرس دي. دي ممكن الله يرحمه فورا يعني. اه ده كان دينجر على طول. طيب لما خافوا قوي من قصة اللي احنا السايد افكت ومرتبطه بالعامل البشري، يعني العامل البشري يعني ايه؟ هي النرس مستعجله وعايزه تنام، خلصونا من العيان ده، افتح المحاليل على الاخر، خلاص خلينا نخلص، نخلص العيان خلص هو كمان. فقاموا منزلين حاجه جديده كده من ايه؟ من فتره سنه او سنتين، وسموها السبكيوتينيوس اي في اي جي. سبكيوتينيوس اي في اي جي، بس دي الدوز بتاعها بقى 400 ملي جرام، مش الاثنين، 400 ملي جرام بير كيلو. تمام؟ ودي ميزتها طبعا ان هي سلولي ريليز بقى، وتقعد مع العيان ايه؟ براحته. وان كان الافكت بتاعها كل الريسيرش اللي اتعملت طبعا اقل بكتير جدا جدا جدا، بس ده على حسب السنتر بتاعك وعلى حسب كفاءه بقى النواب اللي معاك والتمريض اللي معاك والسيستم اللي معاك، هل هم بيسمعوا الكلام ولا ايه؟ عايزين يخشوا يرتاحوا. يبقى احنا عايزين المسج اللي عايزين نقولها، جيف ايرلي هاي دوز على 24 اور تيلور وستيب اب، ما تديش الدوز ايه مره واحده بنفس السرعه، زي كده بتطلع بالعربيه بتجيب الاول الثاني الثالث الرابع. ومتشكرين جدا، ثانك يو.